أهلا بكم، أنا لارا حبيب. إذا كنتم من المستثمرين بسوق الأسهم السعودية أكيد ملاحظين أنه غير الأسهم في 6 صناديق للمؤشرات المتداولة أو الـ ETFs مدرجة في السوق. هذا النوع من الصناديق يلقى رواجاً متزايداً في السنوات الماضية في الأسواق العالمية، فسأخبركم الآن عن أسباب ذلك وأعطيكم فكرة عن أشهر الـ ETFs في البورصات العالمية وأيضاً العربية. باختصار، ETFs هي أدوات استثمارية ما بين الصناديق الاستثمارية Mutual Funds والأسهم، لأنها كالصناديق مكونة من سلة أصول، ممكن أن تكون أسهم، سندات أو سلع، ولكن يتم تداولها تماماً مثل أي سهم آخر في الأسواق العالمية. فما هي ميزات هذا النوع من الصناديق؟ صناديق الـ ETFs مدرجة في البورصة كما تحدثنا، ما يعني أن هناك تسعير مستمر وشفاف لقيمة وحدتها خلال ساعات التداول، بعكس الـ Mutual Funds حيث تتم عملية شراء وبيع الوحدات مباشرة بين المستثمر ومدير الصندوق على سعر يحدد مرة واحدة في اليوم بعد إغلاق السوق. كما توفر معظم صناديق الـ ETFs معلومات كاملة للأصول التي تمتلكها بشكل يومي، مقارنة مع الـ Mutual Funds اللي عادة تفصح عن مقتنياتها بشكل كامل أو جزئي مرة واحدة في الشهر. أما من ناحية التكاليف، فكون معظم صناديق الـ ETFs تلحق بأداء مؤشر معين، أي إدارتها للأصول غير نشطة، هذا يجعل تكاليف الاستثمار بها، أي الـ Expense Ratio، أدنى من الـ Mutual Funds. Expense Ratio يخصم سنوياً من قيمة الاستثمار، وكان بحسب أرقام 2019 بالمتوسط 0.2% لصناديق الـ ETFs التي تستثمر بالأسهم، ونصف نقطة مئوية لصناديق الـ Mutual Funds المخصصة للأسهم. خليني هلأ أعطيكم بعض الأمثلة. إذا بدكم تستثمروا بكل الأسهم المدرجة على مؤشر الـ S&P 500 بدلاً من شراء 500 شركة، وهيدا رح يكلفكم أموال طائلة ورسوم كبيرة، فيكم تشتروا وحدات أو وحدة واحدة في ETF اسمه سبايدر، ويعطيكم انكشاف على هذا المؤشر والأسواق الأمريكية. من الـ ETFs المعروفة أيضاً QQQ يلي بيلحق بأداء الناسداك 100، والDIA يلي بيلحق بأداء داو جونز، والآيشيرز MSCI Emerging Markets للاستثمار في الأسواق الناشئة. على فكرة، في حوالي 7000 ETF عالمياً تلحق بمؤشرات أسواق معينة أو قطاعات. أيضاً هناك بالطبع صناديق مشهورة تستثمر بالذهب، النفط وسلع أخرى. أما في المنطقة فغير السعودية، هناك أيضاً صندوق ETF في البورصة المصرية، صندوقين مدرجين في قطر، بالإضافة إلى صندوق في دبي وصندوق آخر في بورصة أبوظبي أدرجا في منتصف العام الماضي. باختصار، صناديق المؤشرات المتداولة تعتبر وسيلة استثمارية جيدة لتنويع المخاطر بتكلفة منخفضة، كما أن البيانات على المدى الطويل تظهر أن معظم من استثمروا في صناديق مدارة بطريقة نشطة لم يكن استثمارهم مجدي بالمقارنة مع من أبقوا استثماراتهم في صناديق غير نشطة مثل الـ ETFs.